فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أهل علينا اليوم هلال شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعددت لهذا الشهر الكريم موضوعات تليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدأها في هذا اللقاء بمواصلة للحديث في الخطبة الماضية، حيث كان الحديث يتناول ما يتعلق بظاهرة الإلحاد وعن أسبابها ومظاهرها ومخاطرها على الفرد والمجتمع، وأواصل الحديث في هذه الخطبة ربطا مع الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذلكم أن أول ما فكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أول ما بعث من أجله النبي عليه الصلاة والسلام، هو تصحيح التصور الفكري لدى الناس، تصحيح المعتقدات لدى البشرية جمعاء. تلاحظون أنه كان يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم في المرحلة المكية، والنداء فيه يوجه للبشرية جمعاء عبر خطابين اثنين، إما أن يناديهم يا بني آدم، وإما أن يناديهم يا أيها الناس. يا أيها الناس ويا بني آدم، هذا خطاب قرآني في المرحلة المكية. أما في المرحلة المدنية فمعظم النداءات كانت للمجتمع بعد أن اعتنق الإسلام، لذلك تأتي النداءات بيا أيها الذين آمنوا. نريد الآن أن نرجع لنعرف كيف استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يعالج مشكلة الإلحاد. ذكرت لكم أنه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ملحدون، ولكنهم كانوا أقلية، الغالبية العظمى كانوا مشركين. والفرق بين الملحد والمشرك أن المشرك يؤمن بالله ولكنه يشرك معه ويخلط معه في العبادة أوثانا وأصناما وأشياء، أما الملحد فهو الذي يلحد، أي ينكر وجود الإله أصلا، وينكر الإيمان بالمعتقدات وبالغيبيات. فاستطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يناقش هؤلاء، ليس بحرب ولا بقتال، ليس بعنف ولا بسب ولا بشتم، وإنما بالحجة والبرهان. ونحن في عصرنا هذا أيضا، من أجل أن نعالج هذه الظاهرة، لا نحتاج إلى سيف ولا إلى قتال، إنما نحتاج إلى حجة وبرهان ومنطق، لكي لا يكذب عليكم أحد فيصور لكم أن الذي ينطلق من الإلحاد يسمي نفسه كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي العقل الحر، عقلاني، أو يسمي نفسه حرا، أو يسمي نفسه علمانيا، وفي هذا نوع من اللمز للطرف الآخر، أي كأنه يريد أن يقول لك هو عقلاني، معناه أنك أنت أيها المؤمن لا تحترم العقل ولست عقلانيا. يقول لك هو علماني، إذا نسبها إلى العلم، لأن منهم من يقول العلمانية ومنهم من يقول العلمانية، دعنا ننطلق من كسر العين، يعتقدون أنهم ينطلقون من العلم. ما معناه؟ معناه أنك أيها المؤمن تنطلق من الخرافة أو من الأساطير، أو وقالوا هذه الأشياء من عهد ملحد عصر النبوة، قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين، فيأتون بهذه الكلمات يوهمون الناس أنهم ينطلقون من علم، أو أنهم ينطلقون من عقل، أو أنهم ينطلقون من برهان واستدلال، بينما الحقيقة أنك عندما تدرك حقائق الأشياء والله تشفق على عقول الملحدين، تشفق. حاول بعض الباحثين أن يتصور نفسه ملحدا،
لخمس دقائق أو عشر دقائق كتب فيها المقال، قال: والله بعد نهاية المدة شعرت بضيق شديد جدا، لأن الإلحاد لا يعني عقلا أبدا، ولأن الإلحاد لا يعني علما أبدا، ولأن الإلحاد لا يعني حرية أبدا، إنما الإلحاد يعني أن الإنسان أسير وليس حرا، أسير لبعض الأفكار التي درسها عن بعض الملحدين من هنا أو هناك، ولذلك تجده يحاول أن لا يشوش عليه أحد في ذلك. أما الإنسان المؤمن على العكس من ذلك تماما، أتحدث عن المؤمن المسلم، دعني من إيمان آخر، الإلحاد انتشر في أوروبا بشكل فظيع لأن المعتقد المسيحي كان مهترئا وتعرض للتحريف الشديد، ولذلك لم يستطع أن يثبت أمام العقل والمنطق والعلم، بينما المعتقد الإسلامي من بداية انطلاقته ركز على العقل والمنطق، لم تركز العقيدة الإسلامية على الرواية فقط، ولا ركزت على مجرد الإيمان بالغيبيات دون استدلال، إنما العقيدة الإسلامية مبنية أساسا على العقل وعلى المنطق وعلى الحجة وعلى البرهان. وقد قال الله تعالى في إبراهيم عليه السلام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، حجة وبرهان. والقرآن يقول للملحدين: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويقول القرآن الكريم أيضا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. لاحظوا هذا التحدي، نعم القرآن يتحدى، قل إذا كان لك صديق ملحد قل له بصريح العبارة آية قرآنية تقول: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. معنى هذه الآية أن الله تعالى يتحدى الناس والملحدين خصوصا ليقول لهم: تعالوا نتحاور، تعالوا نتذاكر، أعطوني حججكم. طيب يقول لك الملحد: أنا لا أؤمن، أو هو لا يؤمن بالله لأنه لا يرى. تقول له: هل هذا منطق؟ هل هذا عقل؟ هل نحتاج إلى أن نرى بأعيننا كل الأشياء من أجل أن نؤمن بها؟ ألا تؤمن بوجود بكتيريا في المجتمع؟ ألا تؤمن بوجود ميكروبات تسري في الأجساد وتسري في الواقع؟ ألا تؤمن بوجود مدن ودول؟ ألا تؤمن بوجود أقوام غابرين مضوا في التاريخ؟ أنت تقلد فيلسوفا أوروبيا، ماركس مثلا أو لينين أو إنجلز أو أي واحد من هؤلاء، هل تؤمن بوجوده؟ يقول لك الملحد: نعم كان موجودا. هل رأيته؟ طبعا لم يرى، مات قبل 200 سنة أو 300 سنة، كيف تؤمن به ولم تراه؟ كيف تؤمن بأستاذك هذا في الإلحاد وأنت لم تره مطلقا؟ يقول لك: عندي أدلة وإثباتات قوية على أنه كان موجودا. ما هي هذه الأدلة؟ قال لي فلان وكتب فلان وحد هذا. هكذا في الدين أيضا المؤمن هذا منطقه، ينطلق من هذا ويقول لك: عندي الروايات، ولا يعتمد فقط على الروايات وإنما يعتمد المنطق والحجة والبرهان. لو سألت هذا الملحد قلت لكم أنا أشفق على عقول الملحدين، لأن عقولهم ضيقة جدا، لأنهم لا يستطيعون أن ينفتحوا للإجابة على الأسئلة، الأسئلة المؤرقة. ذكرت لكم أسئلة إلياء أبي ماضي في الخطبة الماضية، وكيف أن الرجل كان يعاني معاناة شديدة عبر عنها في آخر حياته عندما قال قصيدته: لا أدري، الطلاسم، لا أدري لا أدري لا أدري. نحن ندري، نحن المؤمنين بالله ورسوله وباليوم الآخر ليس عندنا أسئلة محرجة، ليست عندنا أسئلة بلا إجابات، الأسئلة عندنا كلها لها إجابات بحمد الله. من أين أتينا؟ خلقنا الله. إلى أين نصير؟ إلى الآخرة. لماذا خلقنا؟ لنعبد الله ونعيش وفق منهج الله الذي خلقنا.
أشياء واضحة، إجابات بينة، ويعيش بها المؤمن حرا منطلقا في الواقع يمشي ويعيش. لكن الملحد يعيش الأسئلة الصعبة، يعيش الأسئلة التي لا يجد لها إجابة. يقول لك القرآن الكريم في تحديه لك ماذا يقول؟ يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هذا سؤال، سيروا في الأرض، أنتم تعيشون على الأرض، امشوا في مناكبها، سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. كيف بدأ الخلق؟ قصة بداية الخلق، هذا سؤال قرآني، وطرح على الفلاسفة، طرحه الفلاسفة واضطربوا اضطرابا شديدا في الإجابة عنه. ما الذي توصل إليه الناس أخيرا؟ قالوا، وخصوصا ذاك من العلماء، العلماء حديثهم منطقي، ومعظم علماء الفلك ومعظم علماء العلم والتاريخ والذين درسوا الأشياء والاكتشافات عدد كبير منهم لا ينكرون وجود الإله، لا ينكرون، لأنهم عندما يريدون الإجابة عن هذا التساؤل كيف بدأ الخلق يقولون وقع انفجار عظيم. جيد، وليكن كذلك، وقع انفجار عظيم، لكنهم لا يجيبون على السؤال الحقيقي. الواقع هو هذا، انفجار عظيم، طيب، لكن من الذي أوقع هذا الانفجار العظيم؟ صدفة، يجيبون هكذا، صدفة. ما معنى صدفة؟ صدفة بمعنى أن الشيء وقع هكذا، وقع ونزل. لا حقيقة للصدفة من الناحية العلمية، لا حقيقة لها، حتى واحد على المليار لا حقيقة لها. كيف تقنعني بأن هذا الكون وقع هكذا صدفة؟ صدفة، غازات، أشياء انفجرت، خرجت منها أرض وسماوات ونجوم، خرجت منها أفلاك، هذه الأرض صدفة هكذا نزلت إلى هذا الواقع الذي هي فيه، انفجرت فيها أنهار، انفجرت فيها بحار، نسبة 75% صدفة، 75% نسبة أنهار تمر في مناطق معينة من جبال وتصل إلى الأنهار، صدفة، جبال نبتت هكذا من الأرض ببراكين أو بغير براكين، صدفة. الصدفة لا تجيبك، ليست جوابا، لا تتهرب من الجواب، أعطيني الجواب. القرآن يقول لك قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. نحن المؤمنين إجابتنا أن الله عز وجل هو الذي خلق، ولأنه الذي خلق فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس دونه شيء، وهو الباطن الذي ليس فوقه شيء. نحن نؤمن بهذا، لكنك أيها الملحد بماذا ستجيب؟ بماذا ستجيب عن بدء الخلق؟ القرآن يجيبك، فيقول الله عز وجل في حوار، لاحظ الحوار والإقناع، المنطق العقلي، المنطق العقلي في سورة الأنبياء، يقول أولم يرى الذين كفروا، أولم يرى الذي، ما معنى أولم؟ الواو هنا عاطفة، وعلماء النحو يقولون عطفت فعلا مذكورا على فعل محذوف، أي عموا فلم يروا. عندك أعين تبصر أو لا؟ عندك بصيرة تدرك أو لا؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات، قصة بدء الخلق في القرآن، أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. يسمونه الآن انفجارا عظيما أو سميه كيف تشاء، القرآن يتحدث هكذا، كانتا كتلة واحدة ففتقهما الله عز وجل وانفجرتا وصارت الأرض أرضا وصارت السماوات سماوات وجعلنا من الماء كل شيء حي. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يبصرون. المسألة تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى إبصار. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. من جعل لك الشمس السماوات سقفا محفوظا؟ هل تعرف ماذا في الفلك؟ ماذا في الفضاء الخارجي؟ هل درست علم الفلك وعلم الفضاء لترى ما خلق الله في السماوات، لترى النجوم، لترى الكواكب، هذه الأجسام العملاقة التي تسبح في الفضاء
وكيف جعل الغلاف الجوي هذا الذي جعل حاميا للأرض من هذه النيازك وهذه الأجساد الفضائية الضخمة الهائلة التي لو وقعت على الأرض لدمرتها. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. الملحد يعرض. ما معنى يعرض؟ أي لا يريد أن يناقش معك هذه القضايا. قل لا 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 لا, لا ناقش معي, حاور, أعطني حجتك أو برهانك. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. يسبحون أي هذه النجوم وهذه الأفلاك, هذه الشمس, هذه القمر, صدفة يعني؟ وما زالت هذه الصدفة. قال أحدهم والله لو كانت الصدفة تستطيع أن تفعل كل هذا لعبدتها لأنها تستحق أن تكون إلها. إذا كانت الصدفة, الصدفة لا تصنع شيئا, إنه صنع الله, صنع الله, صنع الله الذي أتقن كل شيء. من باب الصدفة أن تأتيك الشمس في موعدها كل يوم وبموعد محدد لا تتأخر ثانية, مهما اجتهد السويسريون في صناعة الساعات يحاولون الضبط والتدقيق, لكن الساعة الفلكية أضبط وأدق باعتراف الجميع. والقمر يأتي في موعد معين. يستطيع العلماء الآن أن يتحدثوا عن الخسوف أو الكسوف الذي سيقع بعد 100 سنة أو 200 سنة. أين العظمة هنا؟ هل العظمة في العلماء الذين اكتشفوا؟ العلماء لم يصنعوا الكسوف والخسوف, لا, إنما يتنبؤون, ليس تنبؤا عن غيب, لا, إنما عن دراسة وعن حساب, كما قال القرآن لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ليس هنالك عبث, ليس هنالك لعب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام, وفي آية أخرى قال له وما كنا لاعبين. هذا ليس لعب عيال كما يقال, هذا خلق, هذه أجرام سماوية, هذه أرض, هذا بشر. لذلك أنا أشفق على عقل الملحد الذي ينكر وجود الإله. اقرأ إن شئت سورة النمل. هل قرأتم سورة النمل؟ اقرأوا من قوله تعالى في حوار جميل جدا مع الملحدين. نعم, الله تعالى يحاور الملحدين, يقول لهم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ويناقش المشركين أيضا أنه يقول الله خير أما تشركون, لأن هذا النقاش تجادل به الملحد لإثبات وجود الإله, وتناقش به المشرك لإثبات وحدانية الإله سبحانه وتعالى وأنه لا يقبل الشريك. يقول أمن, هذا سؤال القرآن يسأل, يقول لك أجيبوني أيها الناس, أمن خلق السماوات والأرض؟ من؟ أجيبوني, من خلق السماوات والأرض؟ وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله, هنا للمشركين, أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ما معنى يعدلون؟ العدل له معنيان, العدل بمعنى القسط أي عدل الحاكم أي القاضي بمعنى أنه حكم بالحق, ويقال عدل عن الحق أي مال عنه وظلم. بل هم قوم يعدلون أي يميلون عن الحقيقة, لا يقبلون بالحقيقة. أجبني عن هذا السؤال, من؟ تقول للصدفة, أقول لك عقلي لا يقبلها, عقلي لا يقبل, لأن الصدفة هذه شيء وهمي. الصدفة لا تستطيع أن تخلق شمسا ولا قمرا, ولا تستطيع أن تنزل ماء من السماء. أنت ترى الغيوم في الفضاء, كيف تسير؟ كيف تتحرك؟ كيف تكون غيوما؟ برياح, اتجاهات معينة, برودة, رطوبة عالية منخفضة, ثم كهرباء معينة, برق, رعد, أشياء, ينزل مطر, يعني كل هذا صدفة؟
القرآن يدعوك للإجابة أيها الملحد. طبعا ليس معي ملحد هنا والحمد لله، لكن من أجل أن تنقل هذه الأسئلة المحرجة للملحدين، لتقول له هذه الأسئلة: من أجبني. ثم يقول لك: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم بحر. التعليق في الأول قال يعدلون، أي لا يقبلون الحقيقة، هنا قال بل أكثرهم لا يعلمون. الجهل فظيع، نعم جهل الملحد يعاني جهلا فظيعا، لأنه لو درس الأرض، ادرس علم الجيولوجيا، كيف تتكون الأرض من طبقات، كيف شكل الأرض بهذا الشكل الكروي العجيب، وكيف أنها في فضاء في فراغ، وكيف أنها تدور حول نفسها وحول الشمس، وكيف أنها فيها أنهار من فوقها وبحار من هنا وهناك، وكيف أنه كما قال القرآن لا يبغي بعضهما على بعض، البحر والنهر هذا حلو عذب فرات وهذا ملح أجاج، ويلتقيان بقدرة قادر ولا يمتزجان، بحيث لا يطغى البحر على النهر ولا النهر يطغى على البحر. اقرأوا القرآن جيدا، اقرأوا القرآن. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، اسألوا في كلية العلوم، اسألوا علماء الجيولوجيا ما وظيفة الجبال على الأرض. القرآن قال وجعل لها رواسي، اسألوهم عن أهمية الجبال في تثبيت الأرض، تثبيت الأرض، سماها رواسي وسماها في آية أخرى والجبال أوتادا. اقرأوا ما قال العلماء في معنى الأوتاد. الملحد أنا أشفق على عقله حقيقة، لأن العقل هكذا، العقل يقول لا بد لهذه الأشياء من خالق، وهذا الخالق لا يمكن أن يكون في مستوى البشر ولا في عقول البشر، لأن قدرته فوق طاقة البشر، ولأن علمه فوق علوم البشر، بل هو خالق البشر سبحانه وتعالى. بل هم قوم بل أكثرهم لا يعلمون، إلى آخر الآيات. وأختم لك بسورة الحج، اقرأ سورة الحج من بدايتها إلى أن يقول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البحث، لأن الملحد عنده ريب، عنده شكوك. أنا جازم أنه ليس عنده يقين بعدم وجود الإله، أنا أجزم وأحلف عليها، الملحد ليس عنده جزم 100% أبدا. المؤمن ينبغي أن يكون جازما، أما الملحد فكما قال القرآن إن تتبعون إلا الظن، أي عنده احتمالات ويدرس ظاهرة نسبية، يقول كل شيء نسبي. أحدث الشباب قال لي: كنت في ثانوية فكان الأستاذ يدرسنا بعض الأشياء وقال لابد أن تأخذوا كل الأشياء بنسبية. فقال التلميذ للأستاذ: يا أستاذ الإيمان عندنا ليس نسبيا، الإيمان عندنا وهم بالآخرة هم يوقنون، عندنا يقين جازم. قال: لا، يجب أن تنطلق في كل شيء من النسبية، فالنسبية لا تكفي في الإيمان يا أستاذ، الإيمان جزم ويقين وبالآخرة هم يوقنون، وليس فيه الظن وليس فيه الشكوك ولا الارتياب، لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب. لذلك يقول لك القرآن: إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إلى آخر قصة الحياة. القرآن أعطاك ملخصا لحياة الإنسان، كيف يجيبك الإلحاد عن هذه الأسئلة؟ كيف يجيبك الملحد عن كيفية خلق الإنسان؟ الإنسان عندما يكون في الأرحام بالصدفة يأتي الحيوان المنوي من ماء الرجل ويلتقي مع بويضة في رحم المرأة في زمان معين بطريقة معينة،
ثم يخصبها ثم ينقل لها كروموزومات من الرجل كروموزومات من المرأة، يتشكل هذا الجنين، يمر بهذه المراحل التي كشفها لك القرآن قبل الميكروسكوب وقبل الأجهزة الطبية التي يعرف بها الأطباء الآن جزءا يسيرا مما في الأرحام، ثم يعطيك القصة كاملة ليعطيك النهاية، إما بعد البعث إما جنة وإما نار. ثم يأتي الإنسان الملحد كما قال الله تعالى ومن الناس في سورة الحج دائما في بدايتها ومن الناس من يجادل في الله، يجادل في الله كان ماء مهينا خلقه الله في رحم أمه، في رحم أم هذا الطفل، ثم بعد أن بلغ أشده بدل أن يحمد الله بدل أن يعترف للخالق بالخلق وبالنعمة يصير ملحدا. وقد خلت القرون من قبل، يعني ما رباه والداه، عندما وصل سنا معينة صار يجادل والديه في أصول الإيمان والمعتقد، صار رجلا أو صارت الفتاة امرأة فصار يجادل، وفيما يجادل؟ يجادل في خالقه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. في الأولى قال ويتبع كل شيطان مريد، انتبهوا انتبهوا حتى لا يكذب عليكم، حتى لا يكذب عليكم ملحد ليقول إنه حر في منطلقاته، أبدا. اقرأ القرآن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع، هو متبع وليس مخترعا للإلحاد، ليس مقتنعا بالإلحاد أو مؤمنا به عن قناعة، ويتبع كل شيطان مريد. وفي الآية الأخرى يقول لك ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. أختم لكم بقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلقك الله، هو الذي خلقك، هو الذي أنشأك في رحم أمك، لو شاء لك لما كنت أصلا، لأنه هو المتصرف في الخلق، هو الذي خلق الخلق الأول، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. أقول قولي هذا أيها الإخوة، وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله رحمته المهداة ونعمته المسداة وسراجه المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بهذا القرآن أيها الإخوة، بهذه الحجج، بهذه البراهين، بهذا العقل والمنطق الذي جاء به القرآن الكريم، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقنع الناس. لم يقتل أحدا ولا اعتدى على أحد ولا أكره أحدا، لا إكراه في الدين ولا أرغم أحدا على اعتناق الدين، إنما بالحجة والمنطق. ولذلك كنت تجد الناس، كان عمر رضي الله عنه مشركا وكان يعتقد مما يعتقد به الجاهليون، لكن عندما جاء إلى النبي عليه السلام قال اسمح اسمع أقرأ عليك القرآن، وقرأ عليه. وهكذا كان يأتيه بعض الملحدين وبعض المشركين فيقول لهم اسمعوا فقط اسمعوا، فكانوا يسمعون القرآن. من كان يحترم عقله ويحترم فكره ويحترم المنطق والواقع كان في النهاية يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن من يركب هواه ومن يغطي عقله ومن يحجر على فكره لأنه يتبع فلانا أو فلانا من الناس، فإنه للأسف يبقى على كفره وإلحاده. هذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تثبيت المعتقد. قضى 13 عاما في مكة وهو يبلغ قرآنا معظمه ترسيخ للمعتقدات وترسيخ للإيمانيات ونقاش هادئ مع الملحدين ومع المشركين. في اللقاءات المقبلة بحول الله تعالى محطات أخرى مع رسول الله دائما صلى الله عليه وسلم في كيفية معالجته للأشياء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والعزيمة على الرشد، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخوانا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين. بعض الأخوات يرجون منكم الدعاء لهن بقضاء الحاجات وشفاء الأمراض. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفق اللهم أمير المؤمنين محمد السادس لما تحب وترضاه، أهل الحق حقا وارزقه اتباعه، وأهل الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. هيئ له اللهم بطانة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.